اشتد الإعصار إيان ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو يتجه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب عواصف تهدد الحياة ورياحا مدمرة، بعد ورود أنباء عن مقتل شخصين وترك الملايين بدون كهرباء في كوبا. وصدرت أوامر إخلاء إلزامية في عشرات المقاطعات الساحلية في فلوريدا، مع التوصية بإخلاء الطوعي في عدة مقاطعات أخرى وفقا لمسؤولي الطوارئ بالولاية. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تقرير استشاري صدر في نفس الوقت تقريبا، اشتد إيان ليصبح إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة. وأضاف المركز إلى أن البيانات الحديثة للغاية من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشير إلى أن أقصى سرعة للرياح ارتفعت إلى ما يقرب 140 ميلا في الساعة مع هبوب أعلى. أفرغ سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك أرفف متاجر البقالة وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ مع اقتراب الإعصار إيان. واستعد سكان تامبا في ولاية فلوريدا الثلاثاء لوصول الإعصار بعد أن تسبب بأضرار كبيرة أثناء مروره بكوبا. وانهمك موظفو مجلس المدينة في ملء أكياس الرمل وتوزيعها في جميع أنحاء المدينة، حيث تشكلت صفوف طويلة من السيارات لاستلامها، وفقا لفرانس بريس. إذا أعجبكم الخبر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وحصري.